مقطع مضحك لبنت بتحاول إنها تأكل سمك سويدي مشهور يسمى الفيرمنتد. طبعا الأكلة شهيرة جدا في السويد وطعمها جميل جدا، طعم رائع في السويد، وهي أكلة شعبية وأكلة قديمة جدا من أكثر من 500 سنة. تقدم مع بصل مع بطاطس في السويد، يعني أكلة مشهورة جدا مثل الفسيخ في مصر. المقطع المضحك، البنت تحاول، هي شكلها ليس سويدي يعني مش سويدية، بتحاول إنها تأكل من هذا السمك المخمر مش السمك المدخن المعمول على الفحم، هو السمك الجميل. طبعا هي أكلة مشهورة جدا في السويد، أكلة شعبية جدا مثل الفسيخ وأفضل من الفسيخ، طعمه رائع ولكن رائحتها سيئة. سمك يوضع في وعاء لسبعة أيام أو جرة في مكان مظلم بعيد عن الضوء والحرارة. طبعا يوضع السمك في رز أو ماء ملح، بعد عدة أيام يبدأ السمك بعمل سائل فوق المزيج. طبعا هي أكلة محببة جدا كما قلنا في السويد، ولكن بالنسبة لغير السويديين طعمها كريه جدا في البداية. تسمى في السويد سر سترومينج، وهي أكلة محببة جدا. علماء الآثار وجدوا أن أقدم سمك يبلغ عمره 9200 عام، وهي موجودة في جنوب السويد. طبعا معروفة في السويد وفي أغلب أوروبا من القرن السادس عشر. إضافة الرز لإنقاص كمية اللاكتيك أسيد أو لاكتوباسيلوس اسمه العلمي، علشان يحول الكربوهيدرات إلى لاكتيك أسيد. الأسيد لما يخف الأسيد بقلل الحموضة وبمنع النمو البكتيري. طبعا نوع السمك هذا معروفة باسم جاروم، معروفة في الحضارة اليونانية وحضارات ثانية. نشوف مع المقطع الغريب والبنت المسكينة بتحاول بكل جهد إنها تأكل هاي السمكة اللي هي تعتبر أكلة جميلة جدا في السويد. نشوف الفيديو. Spooks. Oh, you never forget that smell. Oh, you don't, do you? Look at it splattered everywhere. Hey, again, look at that. Yeah. Look at that. Splattered everywhere. Look at that, beautiful. Oh, look at that. Thanks. It's Friday. But that's... Right. Come on, Jack! Put it in your mouth! Okay, it's just like, come on, I'm just trying to do it! Come on, Katie. You're just...
لا 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 وصلي مليل Come on. Shaking. Oh my God.